على هذا السيد. حنايا راح حنا وجدنا يعني وهيئنا واحد المقال يعني قضائي اللي غنحطوه في المحكمه. هذا المقال اللي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عزيز وهبي رئيس مؤسسه جذور لمغاربه العالم. هذا التصريح اللي داروا هذا السيد الخراز بصراحه اذا المتابعين السلام الله عليكم ونتمنى انكم تكونوا في الصحه وعافيه باحسن صحه وعافيه. جبت لكم اليوم واحد الاوديو خطير ديال كما سمعتوا الرئيس وهبي رئيس مؤسسه جذور للجاليه المغربيه. هذه المؤسسه اللي قررت ان تتابع الخراز الحكواتي المغربي اللي ورط راسه مع الجاليه المغربيه كما قلنا في الرياكشن اللي فات. ما عاديش نطول عليكم، عاد نتصنتوا جميع لهذا الاوديو هذا اللي بكل صراحه اللي فيه مجموعه ديال المعلومات. نتمنى انكم تتفاعلوا في التعليقات معنا. فكما قلنا في الرياكشن اللي فات ان الخراز ورط راسه في مشاكل كثيره، وهذا الدليل والقضيه عدو غادي وكتزير بدليل هذا المقطع الفيديو ديال رئيس مؤسسه جذور اللي غتتابع الخراز قضائيا. نستمعوا جميع. غير مقبول التصريح صراحه، يعني احنا نندد ونشجب صراحه هذا التصريح. هذا تصريح اعتبره تصريح بليد من هذا الشخص البليد صدقا، لان هذا السيد اللي جاء تهجم على الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وهذا السيد الذي اهان الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وهو ماشي اهان فقط الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بل اهان المغاربه جميعا، لان ما كايناش شي اسره في المغرب ما عندهاش اولادها ولا العائلات ديالها ولا يعني الناس اللي قرابين لها كيعيشوا في, في في اوروبا او غير اوروبا. اذا هذا اصلا يعني غير مقبول. وصراحه وحنايا كمؤسسه جذور لمغربه العالم ما قبلناش، ما بقيناش نبقاو نردوا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي على هذا السيد. حنايا راح حنا وجدنا يعني وهيئنا واحد المقال يعني قضائي اللي غنحطوه في المحكمه. هذا المقال يعني هما صافي ديجا سيوجدوا المسائل ديالهم وقرروا انهم غادي يدخلوا للقضاء. هذه هي النقاط اللي صراحه ما بغيناش توصل لهذه القضيه دي، ما بغيناش يعني الامور توصل، بغينا الناس تسمح، ولكن لا اله الا الله. ان شاء الله غنحطوه في المحكمه ونخليه، ونحن كلنا ثقه في القضاء، ونخليه القضاء يعني يدير خدمته. لان هاد الناس اللي كيجيو كيتهجموا وبدا يسبوا ويشتموا ويهينوا الناس ويهينوا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، احنا ما نقبلوش. علاش؟ لانني انا وكل يعني مغاربه العالم يعني ما قبلنا، يعني خاصه رؤساء الجمعيات والى اخره ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، ما قبلناش هذا العمل المشين، هذا العمل السافل، هذا العمل الساقط. فلهذا مجموعه من الجمعيات في العالم غترفع دعوه ضد هذا السيد حسن باش القضاء ياخذ طريقه. يعلمون بان الناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كيبذلوا واحد المجهود كبير، كيعيشوا في واحد الاوضاع اللي ماشي سهله صراحه، اوضاع صعبه، وخاصه في السنوات الاخيره مع المد ديال اليمين يعني المتطرف في اوروبا كنعيشوا واحد الصعوبات صدقا. وتعرفوا بان خصك تندمج في المجتمع، خصك اللغات تخدم، دير بزاف حوايج، ماشي سهل ماشي سهل. وكيجي واحد كيتهجم على الناس وكيهينهم، هذا عمل غير مقبول. رغم ان الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كتبقى تقريبا هي لو برومي موتور ديال ليكونومي ماروكا وديال الدوفيز ديال يعني العمله الصعبه. حنا راه تقريبا حوالي 80 مليار ديال الدرهم اللي كيحولوها مغاربه العالم، راه ماشي شيء بسيط، راه بزاف. ومن غير هذا الشيء مشاريع كبرى ومشاريع متوسطه لا نشوفوا هنا في الداخل ديال المغرب، الدار البيضاء، خريب كاسطات، البروج، فقيه بن صالح، قلعه سراغنا وغيرها من المدن، كنلقاو كاع جميع المشاريع، مقاهي، مطاعم، مشاريع فلاح. بكل صدق كلامه كامل صائب، لان انا كنشوف يعني بحكم الانتماء ديالي للمنطقه ديال وسط المغرب جهه خنيفره بني ملال، الفقيه بن صالح، كنشوفوا تادله، كنشوفوا يعني الجاليات المغربيه عندها وجود، ماشي غير في هذه المناطق، في جميع ربوع المملكه الجاليه المغربيه عندها وجود وفارض الوجود ديالها في الميزان الاقتصادي ديال البلاد. حياه زراعيه نديرها الناس ديال مغاربه العالم، وخاصه الناس من ايطاليا، من فرنسا، من اسبانيا الى اخره، هما اللي مديرين هذه المشاريع. اذا هاد الناس هما سفراء، وخاصهم صراحه كيف ما قال سيدنا انهم كيديروا واحد المجهود، لانهم هما صراحه هم السفراء الحقيقيون. توصيف ساذج من شخص ساذج، توصيف يعني غير مقبول. الخير الحمد لله كاين في بلادنا،
حنا بصراحه الناس اللي في اوروبا راه فيها الخير، الناس اللي كيمشيو الناس اللي عايشين واكلين شاربين، يعني حسنوا الاوضاع ديالهم، لان وصراحه ما نقولوش حسنوا الاوضاع ديالهم اكثر من هنا من المغرب. لو كان ما حسنوش الاوضاع ديالهم راه ما غاديش يعيشوا تماك، راه حتى واحد مبزز عليهم هادشي. يعني اش قال هو الخراز؟ اش كيقول في الاعتذار ديالو؟ كيقول بانه حنا انا ما كندويش على مغاربه العالم اللي هما قانونيين واللي هما خدامين، ولكن ندوي على واحد الناس اللي حارقين تماك بصفه غير شرعيه او غير قانونيه. لا سيدي، كلنا مغاربه. نفس الكلام اللي قلنا في الرياكشن اللي فات، اللي تفرج فيكم في الرياكشن اللي فات على الخراز، نفس الكلام اللي قلناه يعني تبناته هاد الجمعيه، جمعيه مؤسسه جدول. عندنا نفس الحقوق وعندنا نفس الكرامه، وخاصنا نحترموا حتى هذوك الناس، لان كل الناس اللي عندهم دابا الاوراق راه دازوا من المرحله اللي ما عندهمش اوراق، وهاد الناس اللي ما عندهمش اوراق وخدامين غير شرعيين راهم كيجاهدوا كيقاوموا كيتقاتلوا وكيصيفطوا حتى الفلوس للمغرب. ما تنساش كيلعب واحد الدور كبير وغتحسن الاوضاع ديالهم. حنا ما كنقبلوش، يعني هذه انا اعتبرها تفرقه. هاد السيد كيريد ان يفرق بين بين المغاربه. صراحه حنا ما غندوزوهمش لهاد المدعو الخراز. حنا صراحه تشاورنا مع المحامين ديالنا ومع يعني ومع المكتب التنفيذي لمؤسسة جدول المغرب العالم، راه درنا المقال ديالنا ووجدناه، وان شاء الله في الايام القليله المقبله هذا الشيء غنوضعوه في المحكمه، ونحن كلنا ثقه في القضاء المغربي ليسلك نسلكوا هذه المسطره باش ناخذوا حقنا من السيد، وباش الناس تطول على الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وما الانسان كيجي ورا الحاسوب ويتخزن ورا الحاسوب وكيبدا يسب ويشتم، ولا كيبدا يعني يلعب للمصالح ديالو باش يطلع لي وباش يدير الباز على حسابنا. حنا ما غنقبلوش هذا الشيء. رسالتي للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وخاصه من خلال هذه التصريحات اللي دارها هذا المدعو الخراز، يعني هنا بان لينا حنا المغاربه ديما موحدين الحمد لله، مدين اليد في اليد، يعني كلهم مغاربه العالم، في المانيا، في هولندا، في فرنسا، في ايطاليا، في اسبانيا وغيرها من الدول، وكذلك يعني في كندا وفي امريكا في الخليج، يعني ضد هذه التصريحات. نتمنى انا من جهتي انا كنتمنى انهم في النهايه يعني يتسامحوا معاه والسلام عليكم، لان كيف ما كان الحال، ولكن هذا كتعتبر واحد درس تاديبي ليه هو والعديد من الاشخاص اللي تطاولوا الجاليات بصفه عامه. يعني ما كيطاولوش على افراد عندهم معاهم مشاكل، يعني كيطاولوا على الجاليات بصفه عامه، وكيوجهوا الكلام ديالهم للجاليات بصفه عامه. يعني التصريحات الفاشيه، التصريحات يعني الغير مقبوله، التصريحات السافله الساقطه، حنا ضدها، وبينا بان حنا موحدين باش يجي يفرق بيناتنا، ما نقبلوش هادشي. دابا هذا المدعو الخراز، اذا كيف ما شفتوا كيف ما قال هو، يعني هذا الكلام هذا ما يمكنش غادي يفرق ما بين المغاربه تبقاو جسم واحد، سواء هنا سواء في اوروبا سواء في افريقيا سواء الناس اللي في الشرق امريكا. المغاربه كلهم مغاربه، كاملين ولاد هاد البلاد، كلهم كيسالوا في هاد البلاد، ما كاينش شي حد ممكن يدير التفرقه. الفكر ديال التفرقه اللي ولا حالي كتحكم فيه شي حاجه اسمها الادسنس، شي حاجه اسمها عدد المشاهدات، شي حاجه اسمها الربح الشخصي اللي تيغلب على الربح العامه كعامه اللي ما فيه صالح يعني العامه. يعني الأنانية هي اللي خلات الإنسان أنه يبدا يهضر بأشياء هو ما عالمش وما عارفش مدى الحجم ديال التأثير ديالها على العلاقات وعلى البنية الاجتماعية ديال هذه البلاد هذه. في الختام تنتمنى أنكم تتفاعلوا معنا وتتفاعلوا مع هذا الفيديو هذا بلايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.